النادي البحري والمنتجات الصيدية بولاية تيبرس. مفتشين أيضا لتابعين لقطاع الصيد البحري اللي هم مهندسين في الصيد البحري اللي راح يكونوا أيضا على متن هذه السفن كملاحظين. العملية بالنسبة لنا تكتسي أهمية كبيرة يعني الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج الوطني اللي راح أكيد يساهم في الأمن الغذائي في الجزائر. كانت لنا كما لاحظتم فرصة أيضا في تدشين مزرعة لتربية بلح البحر ليمول، وهي أيضا تدخل في استراتيجية الحكومة من خلال دعم كل ما هو تربية المائيات. كما أسلفت في كل مرة أن تربية المائيات قبل 10 سنوات كانت تساهم 1% تقريبا في الانتاج الصيدي الوطني. الآن سنة 2024 من خلال العملية استزراع السمكية على مستوى مختلف المزرعات السمكية مرتقب أننا نسجل انتاج وطني يقارب 13000 طن من تربية المائيات، وهو ما يعادل 13 يعني من الانتاج الصيدي الوطني. ايضا لاحظتم باللي منذ فتره يعني خاصه في هذا الموسم اطلقنا حمله سمينا حمله وطنيه للسلامه البحريه على غرار بعض الحوادث اللي تحدث بالنسبه للمهنيين، وبالتالي لابد من تبعيات بمشاركه المهنيين والمجتمع المدني وايضا بعض المؤسسات التكوين على مستوى قطاع الصيد البحري من اجل توعيه المهنيين ومن خلال بعض الادوات وغيرها حتى ان نتفادى كل ما هو حوادث على مستوى البحر. اذا هذه العمليه العوده للعمليه تكتسي اهميه كبيره بالنسبه لنا الانتاج الوطني ودعم الاقتصاد الوطني. شكرا لكم. شكرا.